السلام عليكم ورحمة الله، معكم فهد الحليبي من برنامج MD Tech. على فكرة برنامجنا مو فقط برنامج إصابات ملاعب، هو برنامج طبي تقني يهتم بجديد التقنية من تطبيقات وابتكارات وأبحاث. اللي ما شاف برومو الحلقة يتابعها هنا. هل لاحظت مثلا أحد في أفراد أسرتك عنده مشكلة في السمع؟ هل مرة ناديته ما سمع كويس؟ بإمكانك أنك تقيس مستوى السمع عنده وانت في البيت. هذا التطبيق اللي راح نتكلم في هذه الحلقة تقدر تقيس مستوى السمع عندك في أي مكان. أهلا وسهلا، حلقتنا اليوم عن تطبيق موجود في الأبل ستور، تطبيق فريد من نوعه اسمه يو هير. التطبيق بكل بساطة تحط سماعات في إذنك وتكون في مكان هادي، ويقيس قوة السمع عندك عن طريق حساسية الصوت لكل إذن. مدة الاختبار 5 دقائق. أول ما تسمع صوت من إذن معينة تضغط على الزر، وبعدها يعطيك تحليل السمع لكل إذن بمختلف الترددات. في عدة دراسات أجريت على هذا البرنامج. آخر دراسة كانت عام 2015 في جنوب أفريقيا. تبين أن هذا البرنامج يقيس التغيير في السمع عند كبار السن، خاصة في الترددات العالية والمتوسطة. البرنامج بشكل عام يعطيك هل أنت سمعك مثل الناس الطبيعيين أو أنك تحتاج أنك تراجع طبيب. هذا البرنامج لا يغني أنك تراجع طبيب مختص، يمكن اعتبار البرنامج كأداة أولية فقط للقياس. من باب التأكيد على عمل البرنامج، عملنا زيارة لإحدى المستشفيات في عيادة السمعيات، وعملنا فحص لمريض في هذا المستشفى، وقارناها بالنتيجة الحاصلة معنا في هذا البرنامج. النتيجة كانت كالتالي: لا تنسون تحميل تطبيق يو هير وتصورون النتيجة وتحطونها في هاشتاج البرنامج، ولا تنسون اللايك ونشر الحلقة إذا عجبتك، ونشوفكم في حلقة جديدة من MD Tech.